ان هي قالت حسناء ان في عندها وصفه للتخسيس. اوكي. ايه بقى وصفه التخسيس؟ وصفه أيوة. التخسيس بقى وان الناس كلها بتحبها طبعا واللي هي متواجده في كل بيت. خيار ليمون نعناع. ايه ده؟ اوكي صح. ثلاثه مليم. ثلاثه مليم. ده نستخدمهم ازاي؟ ده بقى هناخد يعني اهم حاجه. اوكي. هو في المقدار اللي هيتحط. مقادير بتاعته. مقادير الخلطه. ايوه. اوكي. احنا هناخد الخياره. خياره. اوكي. وهناخد بقى ثمانيه كده ترانشات يعني. اوكي. هنقطعها ترانشات. ايوه سكينه كده بتاعت الطباخين. ايوه. بس خلي بالك على ايدك. مفيش. اوكي. ده في الميه. حطيناها في الميه. في الليتر ونص. بقشرها؟ بشرتها. اوكي. لتر ونص اكنها ازازه الميه اللي بنشربها يعني. اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. اوكي. بس الدقة ثمان ثمان شرائح. اوكي. النعناع بقى. ايوه. ستة نعناع. ست ورقات. طب ايه الفكرة اشمعنى؟ حلو. اوكي. اكيد الوصفة اللي جربها وعرفوا ان هي دي اللي عاملة بتاعها. يعني خمسة ستة. اوكي. على لتر ونص مية. والليمون بقى. ايوه. رونديل ليمون يعني. نص ليمونه. لا رونديل يعني هتعملها شريحه. شريحه بس واحده. اوكي. في كوبايه يعني في ازازه الميه لتر ونص. لتر ونص. اوكي. بقى تستعمل الميه دي تشربها على طول. دي طول اليوم بشرب منها. دي بتعمل ايه؟ بتعلي الحرق ولا بتعمل هي إيه؟ بتحرق الدهون. تمام. عشان الاثنين دول مع بعض بيعملوا يعني حاجات غريبه في الجسم. النعناع والخيار. النعناع إيه والخيار بيحرقوا الدهون فعلا. ناس كتير بتعملوا دي توكس على فكره. معلش انا عايزه اسالك حاجه. انا بسيبها منقوعه قد ايه؟ كل يوم جديده. تعملي كل يوم الصبح جديده وتشربيها يعني مجرد ما تتحط كده وتشربي. تشربي على طول يعني. انت مش هتشربي ميه في اليوم؟ طبعا. تشربي الميه وهي فيها حاجه. كم مره في اليوم بقى؟ لا دي ميتك اللي هتشربيها طول الوقت. دي ميه بتاعتك. تستعمليه لمده شهر. شهر. وبعدين تريحي شهرين. اوكي. كام؟ لمده شهر. تستخدميها شهر وتريحي شهرين. تريحي. ما تشربش ميه تانية معاها ولا بس هي ولا افضل يعني ملتزمه دي بس مده شهر الميه دي بس؟ ما تشربش ميه تانية؟ لا انت عندك تشربي كام ميه لتر في اليوم مثلا؟ حضرتك تقدري تشربي اكتر من لتر ونص في اليوم؟ ده انا هشربها كلها هخلصها. هي ميتك اللي في اليوم نصك في اليوم. طب هنقول وصفه ثانيه عشان الناس تعرف. يبقى انا هعمل 8 شرائح من الخيار، 6 ورقات نعناع، وهحط شريحه واحده من الليمون على لتر ونص ميه. دي الميه شريحتين من الليمون. واحده بس. هي دي الميه اللي هشربها في يومي. انا هعمل الوصفه دي لمده شهر، هتساعد على الحرق وان انا اخسر وزن، ثم بوقف شهرين. يبقى بعمل الميه دي كل يوم 30 يوم شهر، واوقف شهرين وارجع لها تاني. دي بتساعد على تنقيه الجسم وحرق الدهون. ولو تحسي نفسك يعني انك فقتي كده ويعني كلك حيويه تديك يعني حقه. حسناء ممكن اخس قد ايه على دي؟ على شهر؟ 7 كيلو. ياه. بس حضرتك مش هتاكلي بقى حلويات ودهون وبتاع؟ انا ما عايش عليها. لا يعني ما هي لازم دي جنب الاكل. 7 كيلو في الاسبوع الاولاني والثاني هتلاحظ انه يعني صار في تغيير كده لما بتخش يعني الحمام. يعني ما تنزعجش من الحكايه دي. عاديه يعني. انا ناس كتير بتستخدمه كديتوكس بس. شهر يعني شهر كتير. هو اصلا ديتوكس. يعني وده احسن حاجه. احسن حاجه. بمليمه عشان تعملي ديتوكس في اي يعني اي سبا في العالم تدفعي لك 200,000 جنيه وده من غير فلوس. في البيت من غير فلوس. ديتوكس ده يعني اكيد بتجرب. رائع.